بس غبت عن الكل على متجسر وجاه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن أحبها فقد أحبني. طيب وفرات ملك الصلاة على محمد وآل محمد. لمعرفة أبعاد هذا الحديث لا بد من معرفة المعرفة أو تعريف المعرفة. هناك فرق بين العلم والمعرفة، العلم شيء والمعرفة شيء آخر. لهذا يقولون: كل عارف عالم وليس كل عالم عارف. يقال فلان العالم العارف. ليش العارف؟ لأن كل حركة يتحركها الإنسان، كل عمل يعمله الإنسان، كل لفظ يتلفظ بها الإنسان تحتاج إلى معرفة. المعرفة مرتبطة بالعقل مباشرة. لما تصير قضية من القضايا في أي مجتمع تشوف الناس يتخبطون من هنا ومن هنا كثير من الناس. هذا الجبراني السياسي والاقتصادي والاجتماعي واللي بالسوق واللي كله. لكن من يصل إلى لب الحقيقة هو العارف. هو العارف يعني استخدم عقله ولم يستخدم شنو؟ نفسه وهواه. أحدهم يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول له: يا ابن رسول الله، إن فلان عنده صلوات وعنده صوم وعنده كذا عنده عبادة. ما قال خش صلاة، قال: كيف عقله؟ كيف عقله؟ حينما صلى كيف أدى صلاته؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: بعضكم أكثر صلاة من بعض، وأكثر بعضكم أكثر صوما من بعض، وبعضكم أكثر حجا من بعض، ولكن أفضلكم أكثركم معرفة. يقول علماء الأصول: هناك أحكام تكليفية وهناك أحكام وضعية. ما الفرق بينهما؟ الأحكام التكليفية هي مباشرة من المولى للعبد، مباشرة: أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام. بينما الأحكام الوضعية هي ما ينتزع منها حكم تكليفي. شلون؟ مثال: يقولون كالزوجية والبائعية والشرطية، إذا واحد ما متزوج أساسا فلا تجب عليه النفقة. الزواج حكم وضعي يضعه الحاكم الشرعي، حكم وضعي. لكن إذا تزوج انتزع من هذا الحكم الوضعي حكم شنو؟
حكم تكليفي وهو وجوب النفقة. الأحكام التكليفية مناط بها الإنسان، لهذا كل عمل، كل حركة، كل لفظة خلاص ملون في كتاب الإنسان، في صحيفة الإنسان ملون. وكل إنسان ألزمناه طائره في ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمدون، فأحكام تكليفية مناط بها الإنسان، لهذا الإنسان لما يتحرك يفعل كذا زين يفكر أولا يشوف المعرفة عند العقل عند شبه، لأن النفس في صراع. شنو صراع؟ مع من؟ صراعا النفس في صراع مع العقل. إذا العقل انتصر خلاص إنسان نجا، وإذا النفس انتصرت والعياذ بالله الإنسان هلك. فيحتاج إلى معرفة. بهذا شكل القرآن يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ما قال قدمت في حياتي. يعني القرآن عظيم عظيم، سيدبك القرآن يدبك القرآن يشوف أن علوه ما شاء الله، يصير انفتاح عند الإنسان، يفتح له آفاق كثيرة. يا ليتني قدمت لحياتي، يعني شنو؟ يعني لعالم الآخر. اللام حرف جر، والفي حرف جر، في حياتي هم في حرف جر، ولكن المعنى مختلف. لحياتي يعني لعالم الآخر، الدنيا مزرعة آخر. لهذا وعلى الزهراء وعلى معرفتها دارت القرى، وعلى معرفتها. ما معنى على معرفتها؟ يعني ما من نبي وما من وصي وما من احد وما من شيء الا وعرف منزله الزهراء سلام الله عليه. هي قطب الرحمه، قطب الرحمه هي محور هذا الكون. لهذا لما قال جبرائيل ومن تحت الكساء قالهم فاطمة سلام الله عليه، فاطمة هم فاطمة وأبوها وبعدها وبعدها. السلام على فاطمة وأبيها، بدأ بفاطمة. ليش فاطمة؟ لأنهم يقولون يروى، أنا أستغرب أنهم لما يطلع واحد ومحسوب على التشيع. قبل أيام أقرأ في تويتر، في تويتر أقرأ واحد محسوب على التشيع مع الإسلام، يقول أنه هناك منابر فتنوية تحريضية. يقول من هذه المنابر شنو؟ أنه من ينادي بما يسمى بكسر ضلع فاطمة. يقول هذه منابر فتنوية تحريضية لأنه يسيء للرموز الطرف الآخر، وأيضا يقوض الوحدة الإسلامية. نتوقف على هذه يعني، احنا بس حتى نتفق على أنه الضلع ما انكسر وما صار هجوم حتى نتوحد، مو كذا شيء. فالاختلاف سنة سنة، لكن تسيء إلى مذهب، إلى طائفة بأكملها، وأنت محسوب على التشيع مشكلة. مشكلة تاريخ. العلامة الأمين رحمة الله عليه دعي إلى مجلس العامة، وهؤلاء طبعا يعني كلهم حفاظ لهذا الحديث، حفاظ القرآن. العلامة الأمين كان يرفض، ما يدري، أصروا عليه، ألحوا عليه، فقال لهم إذا أنتم صبي على ذلك فأنا يعني فقط عشاء، ماكو درس، ماكو بحث أبدا. قالوا ما عندي مشكلة. طبعا هم أرادوا من خلال مجيء السيد العلامة الأميني أن يفهمونه باعتبار كان رمزا للطائفة في ذلك الزمان، وإذا أفهموه يعني شو ما طاحوا بالتالي.
التشيع الشيعة. لما نقول فلان وصل يعني هذا العالم هناك منعطفات في حياته، هناك أمور خفية على الناس. هذا العالم وقف وقفة، وهذه الوقفة يعني مثل الشيخ محمد عيسى أبو رمانة صاحب الرمان رضوان الله عليه. ليش أنا وصل؟ لأنه التقى بالإمام الحجة وأنقذ الشيعة مذهب بأكمله. استجاب لهم العلامة الأميني راح دخل عشر اقترحوا على أنه كل واحد منا يذكر حديثا، وقال لهم ألم أقول لكم أنه فقط عشر درس ما هو واحد هذا حديث يعتبر الحديث. قال زين، فكل واحد طبعا كانوا يعني ما يقارب من 70-80 موجودون في المجلس، وكلهم حفظ الحديث. وكل واحد ذكر حديثا. لما وصل النوبة إلى العلامة الأميني قال له قادر الأمين أن أقرأ حديثا وعليكم أن تصححوا سند هذا الحديث. ليش؟ لأنه إذا قالوا بأن هذا الحديث صحيح أو صحيح السند يعني خلاص يمضي فيه. فلما وصل إلى العلامة الأمين قال له قال رسول الله صلى الله عليه وقال من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فقالوا إن هذا الحديث صحيح السند هذا واحد موجود، مو هنا القضية. قال له أليس فاطمة تعرف إمام زمانها سلام الله عليه؟ هم سكتوا وكأنما على رؤوسهم الطير. 20 دقيقة ما جاوبوا، ما عندهم. قالوا في أنفسهم إن قلنا بأن فاطمة لا تعرف إمام زمانها إذا كافرة بالعياذ بالله، وهذا ما يصير. وإن قلنا بأن فلان هو إمام زمانها فهي ماتت وهي ساقطة على فلان وفلان. وإن قلنا أن علي بن أبي طالب هو إمام الزمان، إمام زمانها، بعد مشكلة، إحنا ما قابلين بها. واحد اسمه صندل من السنة دخل على الإمام الصادق عليه السلام قال يا جعفر، ما يخاطب الإمام ولا جعفر، يقول يا جعفر إن شبابكم يروون عنكم روايات منكرة، روايات منكرة يعني مو صحيحة ومستهجن هذه الروايات. فقال وما يقولون؟ قال يقولون إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. الإمام قال له شوف الجواب، إمام معصوم قال له أليس في كتبكم ترون أن الله سبحانه وتعالى يغضب لغضب عبده المؤمن ولا؟ قالوا موجود لنا في الرواية. الإمام قال له لا أقل أن فاطمة مؤمنة. لا فاطمة نتيجة هؤلاء حتى لو ذكرت لهم كل البينات كل الأدلة يبقون فاطمة بضعة مني يعني قطعة مني من آذاها فقد آذاها. النبي يعرف انه راح تجي هديه للزهراء سلام الله عليه ولامير المؤمنين عليه السلام. الكلام مو اعتبار، الكلام مو اعتبار. هناك دلالات غضب الله سبحانه وتعالى لغضب فاطمه سلام الله عليه.
ذهبت كثيرا فالروايات موجودة. فالروايات لما همت أن تدعو على القوم فتحركت حيطان مصر. شنو أنت ذلك يعني؟ فقال جبرائيل بين أن يعني استجابة دعاء فاطمة شنو؟ قال أن ترفع خمارها. فنادى علي على سلمان، ما أقرأ مصيبة الآن فقط أبين لك الدلالة. فنادى علي على سلمان اذهب إلى فاطمة وقل لها إن أباك بعث رحمة فلا تكوني على القوم ناقمة. أتي يا سلمان كسروا ذلبي فصبرت، فاسقطوني جنيني فصبرت، لطموني على عيني فصبرت، لكن ما عن علي صبر. القضية مو قضية فداك والعوالي. أمير المؤمنين علي سلام الله عليه يقول وما أصنع بفداك وغير فداك. شنو؟ القضية أنه أنت تتعدى على بيت الإمامة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا البيت اللي سلم على رسول الله يطلع لما يرجع سلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع السهل ومختلف الملائكة. النتيجة أنه لما نتحدث عن الزهراء عليه السلام وفي كثير من مفاصل حياتها، احنا مو فقط يعني هي مأساة وانتهى اللي ينادون انه ليش انتم تتكلمون عن كسر بدنك والهجوم على الدار وكل ما اعصي وكل كذا وكل كذا. لا، احنا لما نتكلم عن الزهراء عليه السلام هناك في عدة مفاصل من حياتها سلام الله عليها. اولا طبعا قبل ما اقول انها خلقت قبل ان تخلق السماء والارض. رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله قد خلق نور فاطمة قبل أن يخلق السماء والأرض. فقيل يا رسول الله أين كانت فاطمة؟ قال في حقة تحت ساق العرش. يا رسول الله وما طعامها؟ قال التسبيح والتهليل. لما خلق الله نور فاطمة غشيت أبصار الملائكة فقالوا يا رب من هذا النور؟ قال هذا نور من نوري، هذا نور فاطمة سلام نور الزهراء سلام. بعدين انه لما نقرا السلام على فاطمة وابيها والسر المستودع، يعني احنا في الحقيقة نريد نبين ملاحظة. شوف بعض الشباب مثلا ما يهتم بتسبيح الزهراء سلام الله عليه. اقرا روايات من اعظم الاوراد عندنا تسبيح فاطمه سلام الله عليه. الامام الصادق عليه السلام يقول لابي هارون المكفوف يا ابا هارون قد كنا نعلم صبياننا تسبيح فاطمه كما نعلمهم الصلاه. ليش انه نحافظ على هذه الأوراد تسبيح الزهراء سلام الله عليه؟ من الأسرار. ولهذا بينت في محاضرة سابقة الإنسان قبل ما ينام يسبح تسبيح فاطمة سلام الله عليها وينمو صلاة الليل. وطبعا هناك عدة أمور أنا ذكرت سابقا وفقط في تفاصيل المسألة لصلاة الليل الزهراء عليه السلام شنو كانت تدعو للجار قبل الدام في صلاة الليل. يعني أهل البيت محافظون على صلاة الليل وكل الأوراق. فقد الإنسان منهم صلاة الليل يتوضأ وقبل ما ينام يقرأ أو يصلي على النبي محمد وآل محمد. والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. زين، ويقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات حتى يختم القرآن، وأيضا يستغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات ويسبح الله.
التسبيحات الأربع، ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويسبح تسبيح الزهراء عليه السلام، ثم ينوي صلاة الليل يوفق صلاة سألنا الشعب لقد نذكر يعني الذكرى تنفع المؤمنين، فينوي صلاة الليل ويدعو للمؤمنين والمؤمنات. عندنا كثير من الحوائج مرضى معتقد جرحى كذا، ادعوا ادعوا، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم. الانسان ما يكل ولا يستلقف من الدعاء ولا يمل ابدا. واصل فالزهراء عليه السلام في ضمن المنعطفات في حياتها انها كانت تدعو للجار قبل الدار. زين لما سئلت من قبل الحسن والحسين عليهما السلام، ايضا في حياه الزهراء عليه السلام نتكلم عن اسراء ومصحف فاطمه والسابقه. مصحف فاطمه كل واحد يعرفه، لكن احنا وين المفصل وين صاير؟ أن هذا المصحف فيه كل الأسرار، فيه علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وطبعاً بعد وفاة أبيها رسول الله وشهادة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينزل عليها جبريل يسليها، يرفع عن الهموم والأحزان، فيخبرها بما كان وسيكون إلى يوم القيامة، وهي تملي على أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. أيضا من الأسرار أنهم عندهم الجفر الأبيض في 73 حرف الاسم الأعظم، استغفر الله، عندهم الاسم الأعظم وهو 73 حرفا، حرف واحد من هذه الحروف أعطي لبلعم بن باعورة. لما ترجع السماء، اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، وهذا مستحب قراءته في آخر ساعة من يوم الجمعة، نهار الجمعة، سنوار على الدعاء في أسرار وفيه اسم الله الأعظم. هذا الاسم موجود عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، عندهم الجفر الأبيض، يعني كل الكتب السماوية موجودة عندهم، زبور داود، توراة موسى، إنجيل عيسى، وهكذا باقي الكتب. أيضا لما نتحدث عن الأسرار، أسرار الزهراء عليه السلام، وندخل في صلب حياتها سلام الله عليها، من ضمن الأسرار ليش أنه اخفى قبره؟ يقولون السيد معاذ النجفي رحمة الله عليه ذهب إلى البقيع وأقام هناك 40 يوم وتوسل بأمير المؤمنين علي سلام الله عليه لكي يرى قبر الزهراء عليه السلام. شوف قبر الزهراء. بعد ذلك رآه أمير المؤمنين سلام الله عليه فرؤيا قال له أنك لم ترى قبر فاطمة، ولكن اذهب إلى قبر فاطمة المقسومة، من زارها كمن زار الزهراء عليه السلام. وين الشاهد؟ إخفاء القبر طبعا له دلالات. أولا أن الزهراء كانت غاضبة على القوم وأرادوا أن ينبشوا قبرها، إذا حفروا أكثر من قبر، لكن لما إجا أمير المؤمنين سلام الله عليه ورفع سيفه كلهم تناثروا من بين يديه. لكن ليش القبر بالذات؟ ليش القبر بالذات؟ هذا ما أحد أبدا، هذا لا يعلم به أحد إلا الله وأهل البيت، ما أحد يحاول أبدا، ما أحد يحاول. لكن هو دلالة واضحة على غضب الزهراء عليه السلام لما إجا فلان وفلان ودخلوا عليها ورادوا أن تصفح عنهم، أدارت بوجهها. واضح أيضا الزهراء عليه السلام، احنا نقول هذا المجلس مجلس الحسين عليه السلام، مو من حق أحد أن يمنع فلان وفلان من حضور الموت، طفل كبير مريض كذا، مو من حق أحد أن يمنع.
في قضية واحد خطيب الخطباء يقرب أصفهان، لنعرف أنه مقام هذه المآتم مآتم الحسين عليه السلام وأن الزهراء حاضرة موجودة سلام الله، لا شك ولا ريب هذا السيد جاي حتى يقرأ أصفهان. أصحاب الحسينية شافوا أطفال يلعبون فإجوا طلعوهم برا حتى ما يشافوا شو على الخصيب ما يقرأ، طلعوهم برا وما راحوا البيت سووا طلعوا برا وصنعوا مأتما مصغرا، واحد جاء عباية عمر، واحد جاء كرسي، واحد جاء كذا، صنعوا لهم. لما اجى الخطيب السيد يقرأ مر عليه واحد قال لسيدنا تقرأ لمن؟ للكبار والصغار أم للكبار فقط؟ قال للكبار والصغار. قال إذا بعد ما تخلص من المجلس تجي تقرأ لنا مجلس. قال زين. السيد في قرارة نفسه يقول هؤلاء أطفال أنا ما أقرأ وخلص وكذا وسولف وراح وبيتم ناموا. يدي افتك من المجلس خلص منك. زين. وطلع خلص من المجلس وانتهيت من المجلس. خرجت اشوفهم قاعدين ثلاثة منهم قاعدين ما راحوا. قالوا ها سيد تقرا المجلس؟ قال اقرا. قالوا له قبل ما تقرا احنا مسوين شاي شاي تشرب اصعد المقدم. قال يقول انا قلت هؤلاء اطفال يمكنها الاستكانه وسخه نظيفه مو طاهره. يقول سكبت الشاي غافلتهم سكبت الشاي قبل ما اقرا وما شافوا قرات المجلس وذهبت البيت فهومت عيناي فرأيت أمي الزهراء في الرؤيا. تقول لسيد ولدي سيد أنت خش مجلس قارئ اليوم؟ فقلت لها أمها أي مجلس؟ أنا قارئ كذا مجلس. فقالت لي المجلس هذا الأطفال لقارئنا خش مجلس لكن عندي عليك عتب. عندي عليك عتب. ما هو؟ قال ليش سكبت الشاي؟ هذا أنا مسوتني عن الزهراء. عن الزهراء. فما حد من حقه يمنع. كرامات. تقول أم هيمن رأيت الزهراء نائمة والرحى تدور وليس أحدا هناك يدير الرحى. ومهد الحسين يهتز ولم أرى أحدا يهز مهد الحسين عليه السلام. ورأيت كفا تسبح عند رأس فاطمة فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قلت يا رسول الله إني رأيت اليوم كذا وكذا. فقال أعلمي يا أم أيمن إن الزهراء كانت متعبة من عمل البيت فألقى الله عليها النعاس فنامت فوكل الله بها ملكا يدير عنها الرحى وملكا يهز مهد الحسين عليه السلام وملكا يسبح عند رأسها وثواب تسبيح ذلك الملك للزهراء. فأما الذي يدير الرحى فميكائيل وأما الذي يسبح عند رأسها فإسرافيل وأما الذي يهز مهد الحسين فجبرائيل. استأذن جبرائيل ها استأذن أوائل. يقول إمام الصادق عليه السلام إلى أن ماتت أمي فاطمة كانت تنام على جنب واحد. لما إجى ذلك الرجل يقول ركلت الباب برجلي فأقبلت علي بنور أعشى بصري فما كان مني إلا أن رفعت يدي ولطمتها على وجهها. وعجباً يستأذنون أمير
يا ابويا شوف هالاسمر بعد مخضر دمها، انا بعيني خلف الباب شفت الرجس يلطم وتالي اردع بالصوت على البتون علمها شلون اتهنى بالدنيا وعيني تنظر المسمار، لكن ما جاوب الكرار بس تجري دموعه حول بابه من ورا الباب ديعة والعدو بالباب اتجه وهجمت جموعه عسوا عصرها وغدت من خلف التلمه Yeah.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل عزاءنا يا الله، شاف مرضانا، فك أسرانا، ارجع مسافرينا إلى مقامهم سالمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعل كيدهم في محور، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين، وسلط عليهم من لا يرحمهم يا كريم. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا في انفسهم ومن يلوذ بهم المؤسسون. تقبل اللهم عملهم باحسن قبول. يهدى ثواب هذا المجلس الى روح سيد شبر وام سيد ابراهيم وسيد ابراهيم سيد شبر وام سيد حميد إلى أرواحهم وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان والشهداء. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.